انطلاق أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 33 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الخارجية يلقي اليوم كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي الاقتصاد، الحكومة تنفي ما تردد بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. نشرة الثانية من التلفزيون المصري، أهلا بكم. إلى التفاصيل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 33 تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر. ويعقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتي وعالم ومفكر وإعلامي. خلال كلمات التي تلقاها أمام المؤتمر، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العالم الإسلامي يمر بمرحلة في غاية الدقة والخطورة، محذرا في نفس الوقت من خطوة الفتوى من غير علم، كما شدد على أن المساس بثوابت العقيدة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب. نؤكد أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقل منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب، وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات، لأن بعضها يكون عن عمد، لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات لترويج شائعات التفريط في الثوابت، مما ينبغي التنبه له والحذر منه. فإذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلا بد أن نقضي وبنفس القوة والحسم على كل وجوه التسيب والانحلال حتى نقتلع التسيب من جذوره، فلكل فعل رد فعل مساو له في النسبة ومعاكس له في الاتجاه. وفي كلمته أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الاجتهاد المؤسسي الآمن هو الذي يحقق مفهوم الفتوى الآمنة التي تدعم الأمن والاستقرار للمجتمعات كافة، وأشار إلى أن هذا الاجتهاد المؤسسي هو الضمانة الحقيقية لحماية الأمة من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تطلقها الجماعات المتطرفة التي تجرأت على الشريعة. الاجتهاد الجماعي المؤسسي هو الاجتهاد الآمن الذي يحقق لنا مفهوم الفتوى الآمنة التي تدعم الأمن والسلامة والاستقرار للمجتمعات والشعوب كافة. والاجتهاد الجماعي هو الضمانة الحقيقية لحماية الأمة من هجمات الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي يطلقها بين الفينة والأخرى قوم تجرأوا على الشريعة الغراء فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا بتلك الفتاوى الشاذة التي سببت كثيرا من الفتن والاضطرابات والقلاقل في المجتمعات العربية والإسلامية، حيث تسببت في تدمير دول وتشريد شعوب. والاجتهاد الجماعي المؤسسي هو الأمل، هو الأمل في القضاء على مشروع الإرهاب الجماعي الذي تتبناه الجماعات المتطرفة، والتي جعلت من السيطرة على الحكم بأي وسيلة هدفا أسمى مهما كلف ذلك من دماء وفتن وانقسامات. من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن بعض التنظيمات المتطرفة استغلت خلال العقود الماضية غياب الوعي عند بعض فئة المجتمع في الدول الإسلامية بهدف نشر أفكارها الهدامة، موضحا أن الاجتهاد القائم على الفكر المستنير ضرورة ملحة لحماية وتحصين النشء من تلك الأفكار. كما أكد العسومي أن البرلمان العربي على استعداد تام للمشاركة في أي عمل جماعي يسهم في تحقيق هذا الهدف. على مدار العقود المنصرمة، استغلت بعض التنظيمات التكفيرية المتطرفة غياب الوعي الديني لدى بعض الفئات، واعتمدت على ذلك لنشر فكرها الضرامي البغيض واعتقاداتها المنحرفة عن صحيح الدين، مستهدفة بشكل خاص فئة الشباب الذين يمثلون نواة تقدم ونهضة مجتمعاتنا العربية والإسلامية. لذلك فإننا في حاجة ماسة إلى حماية وتحصين هذا النشء
من تلك الأفكار الهدامة التي تحاول جماعات الظلام متطرفة بثها في عقولهم ونفوسهم. ولن يتم ذلك إلا من خلال اجتهاد المعاصر، فهو سلاحنا الرئيسي في معركة التنوير الفكري والحضارية التي يخوضها علماء الأمة في مواجهة تلك الجماعات. الحضور الكريم، إن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً لقضية الاجتهاد المعاصر، إدراكاً منا بأن نشر الوعي والفكر الرشيد بمثابة حجر الأساس لتقدم مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ويدعم كافة الجهود المخلصة التي تقومون بها، كما أنه على استعداد تام للإنخراط في أي عمل جماعي يساهم في تحقيق هذا الهدف. يلقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية قد شارك في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والعراق والأردن واليمن، حيث استعرض موقف مصر من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في سوريا واليمن، فضلا عن تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي. في ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الرئيس المعين للدولة رقم 27 لمؤتمر المناخ، أكد على اهتمام مصر بقضية أضرار تغير المناخ. جاء هذا خلال اللقاء الذي عقده شكري مع تحالف الدول الجزرية الصغيرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أشار إلى إدراك مصر للخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بهذه الدول نتيجة للتغيرات المناخية وموجات الطقس القاسية وما تؤدي إليه من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة. أشار وزير الخارجية إلى مساعي مصر لتقريب وجهات النظر ما بين مختلف الأطراف للخروج بالنتائج المأمولة حول موضوعات خسائر وأضرار تغير المناخ. وخلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أكد شكري استمرار مصر في جهودها الرامية إلى دعم الحل السياسي في سوريا، وذلك في إطار الاهتمام المصري بإنهاء الأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق. وأطلع المبعوث الأممي وزير الخارجية على تطورات الأزمة، حيث أعاد شكري التأكيد على الأولوية التي توليها مصر لتحريك مختلف مسارات حلحلة الأزمة وضرورة تكثيف الجهود في هذا الشأن. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري. أكدت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية دعمها الكامل لوساطة الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة ما بين الأطراف الليبية. جاء ذلك بعد اجتماع ممثلين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة الأزمة الليبية. أكد المسؤولون مساندتهم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي إلى ليبيا، مشددين على أن الوساطة الأممية تستهدف وضع أساس دستوري لتأمين انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تشمل الجميع في ليبيا وفي أقرب وقت ممكن. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة مواجهة الاحتجاجات في بلاده بحزم، ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع بعد وفاة الشابة مهسا أميني إلى 35 قتيلا وفقا لوسائل إعلام رسمية. واتسع نطاق الاحتجاجات التي تشهدها إيران ليشمل عشرات المدن، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع الرئيسة بما في ذلك العاصمة طهران. من جانبه، شدد وزير الداخلية الإيراني على أن أميني لم تتعرض للضرب، وأشار إلى أن الحكومة تحقق في سبب الوفاة. نتحول للعراق، حيث أعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتل أكثر من 20 إرهابيا من بينهم قيادات بارزة في تنظيم داعش، وذلك عقب عمليات إنزال جوي بمناطق متفرقة من البلاد. وقد قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة إن القوات الأمنية نفذت خلال الأيام الأخيرة عددا كبيرا من عمليات الإنزال الجوي وشملت مناطق مهمة وصعبة كان يتحصن بها عناصر من التنظيم الإرهابي.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه بسبب الحادث المأساوي لغرق قارب قبالة سواحل سوريا. يأتي هذا بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع قبالة سواحل طرطوس السورية إلى نحو 90 قتيلا، وذلك في حصيلة غير نهائية تعد الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من لبنان. كان وزير النقل اللبناني قد صرح بأن غالبية ركاب القارب الذي غرق بعد إبحاره من لبنان هم من اللبنانيين واللاجئين السوريين. من جانبه طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون توفير كافة التسهيلات لأسر ضحايا القارب الغارق، بينما طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قائد الجيش اللبناني الحزم في مراقبة الشواطئ لمكافحة الهجرة غير الشرعية. لليوم الثاني على التوالي تتواصل عملية التصويت في الاستفتاءات التي تجريها روسيا بهدف ضم 4 مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا. من المقرر أن يستمر التصويت حتى يوم الثلاثاء المقبل في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابروجيا التي تمثل نحو 15% من الأراضي الأوكرانية. وقد تم توفير مراكز تصويت في موسكو لسكان هذه المناطق الذين يعيشون حاليا في روسيا. في المقابل قالت كييف أن التصويت في المناطق الأربع يتم بشكل إلزامي، إذ يتعرض السكان لتهديدات بالعقاب في حال عدم المشاركة على حد قولها. في السياق، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن برد سريع وحازم حال ضمت روسيا أي أراض أوكرانية، ووصف بايدن الاستفتاءات التي تنظمها روسيا بالزائفة، مؤكدا عدم اعتراف واشنطن بضم أي أراض أوكرانية لروسيا. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية ضد روسيا إذا هي ضمت أراضيا أوكرانية. هذا وقد أعربت إيران عن أسفها لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية. وقد طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني كييف بالكف عما أسماه بالخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى إلى تدمير العلاقات فيما بين البلدين. كانت أوكرانيا قد أعلنت خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعدما اتهمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتواطؤ مع الشر. ميدانيا، قالت بريطانيا إن روسيا قصفت سدا في شمال شرقي أوكرانيا مستخدمة صواريخ باليستية قصيرة المدى أو أسلحة مماثلة. ومن جهته أعلن الجيش الأوكراني استعادة بلدة ياسكيفيا من القوات الروسية في مدينة دونياسك شرقي البلاد. وأشارت الأركان العامة الأوكرانية إلى أن قواتها مستمرة في الهجوم المضاد شرقي البلاد، وقد تمكنت من صد هجمات روسية في 10 مقاطع. اجتمع وزير الخارجية القرغيزي والطاجيكي مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو لتبادل الآراء عن توتر الأوضاع على الحدود فيما بين البلدين. أعربت الأطراف المجتمعة عن الاستعداد لاستكمال المحادثات المنظمة لعملية السلام، مع تأكيد أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو أسبوع. في سياق متصل، ارتفعت حصيلة القتلى جراء الاشتباكات الحدودية ما بين قرغيزستان وطاجيكستان إلى 62 قتيلا. وقد ذكرت وزارة الصحة القرغيزية أن الاشتباكات الواسعة أسفرت أيضا عن إصابة نحو 200 شخص ونزوح أكثر من 140 ألف آخرين. لقي شخصان حتفهما جراء الإعصار تالاس الذي يجتاح وسط اليابان وتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة. وأفادت وكالة كيودو للأنباء بأن سرعة الرياح بلغت في مركز الإعصار نحو 65 كيلومترا في الساعة، وبلغت ذروتها عند 90 كيلومترا في الساعة تقريبا. وقد أصدرت مدينة شيزوكا الواقعة جنوب غربي العاصمة اليابانية طوكيو
أصدرت توجيهات بالإخلاء لنحو 3000 من السكان بعدما تضررت بشدة جراء الأمطار الغزيرة. في الأخبار المحلية، شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وخالد عبد العال محافظ القاهرة حفلا بمركز شباب القاهرة الجديدة، احتفالا بتجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وقد أكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يعد واحدا من أروع صور التكافل والتعاون لإدخال البهجة ولتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر، مشيرا إلى أن هذا الحفل يهدف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية في إطار اهتمام الدولة بدعمهم. تتواصل فعاليات ملتقى الأديان في دورته الثامنة تحت عنوان هنا نصلي معا بمجمع الأديان في مصر القديمة، وقد لاقت الدورة نجاحا منقطع النظير مع مشاركة من مجموعة الدول إلى جانب مصر. ويؤكد الملتقى عمق مفهوم الأديان بمعناه الكوني مع إرسال رسالة سلام من مصر إلى العالم. في أجواء روحانية احتضن مجمع الأديان بمصر القديمة فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الأديان، والذي أقيم تحت شعار هنا نصلي معا، وذلك بمشاركة العديد من الفرق من مختلف دول العالم. الجو الروحاني ده بيطفي على الحدث راحة نفسية، والناس بتحب تيجي جدا هذا المكان، وهم اللي طلبوا ان احنا نعمل ملتقى الأديان في مكان جميل وبديع زي ده. اما الفنان السر عبد الفتاح اختار هذا المكان لروحانياته، وانت في وسط مجمع الأديان، يعني دي رسالة هامة جدا للعالم ان احنا ارض التسامح والمحبة والسلام، واحنا بنصدر من خلال ده رسالة سلام إلى العالم، والتأكيد على جوهر الأديان المحبة التسامح السلام لكل الأديان السماوية. ملتقى الأديان الذي تأسس عام 2015 وأقيمت دورته الأولى والثانية والثالثة بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، ثم تواصلت باقي الدورات بمجمع الأديان بمصر القديمة، يسعى على التأكيد على التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكوني. المنطقة بيطلق عليها منطقة مجمع الأديان لاحتوائها على الأديان السماوية الثلاثة المتجسدة في الآثار المتبقية منها، بداية من جامع عمرو بن العاص إلى الكنيسة المعلقة التي كانت أقدم كاتدرائية للأقباط الأرثوذكس قديما قبل إنشاء الكاتدرائية اللي في العباسية، معبد بن عزرا اليهودي، المتحف القبطي، الكنائس السبعة منها كنيسة أبي سرجة اللي مكست فيها العائلة المقدسة في مغارة أثناء رحلة الهروب إلى أرض مصر. نحن سعداء جدا بهذه المشاركة التي ضمت مختلف الطوائف والملل والمذاهب ليجمع بينها السلام، فشريعة الله بين الناس السلام، فاسمه السلام وتحيته للمؤمنين السلام، ويدخلهم دار السلام. هنا نصلي معا رسالة محبة وتسامح وسلام تنطلق من أرض مصر إلى كافة ربوع الكرة الأرضية ليعم السلام والتسامح بين شعوب العالم. لمياء موافي، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ولتوفير جميع أنواع السلع بنسب تخفيض كبيرة. استمرارا لدور مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 30% بمناسبة العام الدراسي الجديد. بصراحة المبادرة جميلة جدا، ولقينا أسعار رخيصة جدا،
وخامات وجوده عاليه قوي قوي قوي. النهارده كنت جايه مع مامتي وكنت جايه اشتري حاجات بتاعه المدرسه، وبصراحه يعني انا لميت كل الحاجات. نشكر السيد الرئيس على مبادره كلنا واحد، لان دي موجوده معانا في كل المناسبات، في الاعياد، في حلول المدارس. 6 معارض رئيسيه و17 معرضا فرعيا و814 منفذا تتوفر فيها كافه انواع المستلزمات المدرسيه في اطار المبادره، وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء، وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بالأسماء والعناوين. لقينا هنا حاجات حلوة قوي، من تشاكيل لشنط لمقالم وحتى الزمزميات واللانش بوكس موجودة. بنشكر السيد الرئيس على المبادرة ديت وبنقول تحيا مصر. كما تستمر المبادرة في توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% حتى نهاية شهر أكتوبر. وتواصل منظومة أمان طرح السلع بكافة أنواعها من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. واستكمالا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، فقد قامت الوزارة ومن خلال منظومة أمان بتجهيز وإهداء حقائب ومستلزمات مدرسية للأطفال بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن، وهو ما قابله قاتل تلك المناطق بترحاب كبير وتقديرا لدور وزارة الداخلية الإنساني والمجتمعي. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. مبسوطة بالشنطة المدرسية عشان فيها كل الحاجات اللي انا محتاجاها للمدرسة. شنطة المدرسة كلها فيها حاجات حلوة وكل الحاجات اللي احنا عايزينها. بشكر الرئيس ان هو بيجيب لنا اللي احنا عايزينه، واحنا النهارده مبسوطه قوي ان هم جابوا لنا شنطه المدرسه وظباط جولنا. مبادره كلنا واحد مبادره جميله جدا، شكرا للرئيس. شكرا ليك ودايما فاكرنا وتحيا مصر. ولكي تصل تلك المستلزمات المدرسيه الى مستحقيها، تم ايفاد مأموريات الى اماكن اقامه الاهالي في المناطق الاشد احتياجا وتسليمها لهم. انا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من ترابك. وشمل اهداء الحقائب المدرسيه دور رعايه الايتام وقاطنيها في تقليد سنوي تحرص عليه الوزاره في اطار الرعايه التي تقدمها الوزاره لهم. فتحت الشنطه ولقيت كراكيس كتير وادوات كتير، كل حاجه بنحتاجها في المدرسه. النهارده مبارك كلنا واحد جت وجابت لنا شنط ولعب، وفتحت لقيت فيها ادوات وزمزميه، وبشكره وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتظل مبادره كلنا واحد تقدم الدعم لكافه فئات المجتمع لتخفيف الاعباء عنهم في اطار حرص وزاره الداخليه على دعم الاسر المصريه وتوفير حياه كريمه لهم. كلنا واحد مبادرة إنسانية واجتماعية تسعى من خلالها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في كل مكان على أرض الوطن، سواء بتوفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات أو من خلال توزيع المساعدات العينية والإنسانية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أخبار المال والأعمال الثانية، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح المركز أنه بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة شددت على أن تمويل المشروعات العاصمة الإدارية يتم بشكل مستقل تماما من خلال إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع، حيث نجحت الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات ورفع قيمتها، ومن ثم توجيه انفاقها لتمويل استكمال عمليات الإنشاء وسداد التزاماتها دون الحاجة للحصول على أي قروض من البنوك.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ساعدت كثيرا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأمريكية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة. وأوضح الوزير أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، منوها إلى أنه تم ميكنة المعايير والمواصفات القياسية وربطها مع بنود التعريفة الجمركية والجدول القياسي العالمي لتصنيف السلع مع توضيح أرقام المواصفات المطلوبة لكل صنف وفقا لما أقرته جهات العرض المختصة. ضمن فعاليات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اختتمت وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط اجتماعها الثنائي بلقاء الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة، حيث تم بحث سبل تعزيز العمل المشترك لتحفيز التعاون بين الدول بالجنوب بما يدعم جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية ونقل المعرفة، وبما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصادية والاقتصاد الناشئ ودول القارة الإفريقية. قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير إن مصر والبرازيل ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاستثمار، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائه مع سفير البرازيل بالقاهرة أنطونيو باتريوتا، حيث تم بحث سبل تنمية وتطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الميرسكور. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن اللقاء استعرض كذلك مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين في عدد من المنتجات الاستراتيجية بالسوقين المصرية والبرازيلية. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك أسهم خلال شهر أغسطس الماضي في تنفيذ 2000 مشروع بقروض بلغت 567 مليون جنيه. وأشار الوزير إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها مشروعك حتى الآن بلغ أكثر من 198,600 مشروع بقروض تقترب من 25 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 95,800 فرصة عمل. قال المدير العام للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية إن قارة إفريقيا تتمتع بإمكانات هائلة من الأراضي الصالحة للزراعة والمياه. وأضاف المدير العام خلال انطلاق الملتقى شبه الإقليمي حول إنتاج وحماية وتسويق المقتنيات النباتية في العاصمة الموريتانية أن الإنتاج الزراعي في إفريقيا غير كاف لتغطية احتياجاتها الغذائية، وهو ما دفع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في نهاية الدورة العادية 23 إلى اعتماد التعجيل بالنمو والتحول الزراعي من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل المعيشة. وأشار إلى أن القطاع الزراعي يوفر نحو 65% من الوظائف ويسهم بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي. قالت أوكرانيا إن 211 سفينة تحمل أكثر من 400,600,000 طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا حتى الآن بموجب اتفاق أممي لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية. وأضافت كييف أن 8 سفن تحمل نحو 131,000 طن من المنتجات الزراعية من المقرر أن تغادر الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود اليوم. ختام ثانية، وهذا تذكير بأهم العناوين. انطلاق أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 33 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير الخارجية يلقي اليوم كلمة النصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك. نشكركم في هذه النشرة الإخبارية. شكرا فضل. شكرا حسين. إلى اللقاء.